أي ألم قد يتعرض له الفرد المسن عندما يكون بحاجة إلى الآخر لقضاء حاجته الحيوية؟ أيا كان هذا الآخر، زوجا، زوجة، ابنا، ابنة، أبا، أما، أو ممرضة. هذا إذا كان طيبا. فتخيلوا أن يكون الآخر لئيما. انتشر فيديو من مصر لسيدة مسنة مصابة بجلطة دماغية تتوسل بالبكاء الشديد. تتوسل امرأة لتأخذها إلى المرحاض، لكن الفتاة ترفض، بل وتصور بكاءها وتوسلها. ننوه إن هذه المشاهد قد تزعج البعض. أنا مش هدخل حد، هي لسه طالعة من الحمام. أتطلعي؟ أطلع. عملتي؟ ما وريناش إحنا إلا الحمام. شخ على نفسك. شفت عم حسين بيقول لك ايه؟ بيقول لك شخ على نفسك. مؤلم جدا، حزين جدا. كمية استياء كبيرة في مصر من كل من رأى هذا الفيديو. أسمى تقول: عاجز عن استيعاب كمية الشر وطريقة تفكير ومشاعر هذه النوعية من الناس. تغريدة أخرى من غينا بازاري تقول: يا الله كيف هيك؟ لهالدرجة وصلت؟ الضمير مات، كيف قدرت تعمل هيك؟ ما في إحساس، مو خايفة من ربنا؟ شو ممكن يعمل فيكي بس لأنك خليتيها تبكي وآذيتيها يا ربي؟ تغريدة ثالثة من مجبال يقول: طبيعي، ما ثلاث أرباع العرب ماشيين بعنفوا أولادهم وبيضربوهم، بيتنمروا عليهم، بيشوفوا الأم بتنضرب وبتنهان، طبيعي يطلعوا غير أسوياء زي الخدامة المريضة. المشكلة أمثال الخدامة هم أصحاب مقولة طول عمرنا بننضرب من أهلنا، مصر الناش إشي، هينا طبيعيين. فاقد الشيء لا يعطيه. أما هذه التغريدة فنوت يت تقول: بكاؤها مؤلم، الشعور بالعجز. أما بالنسبة لي أحموس يقول: المجرمة دي لازم تأخذ عقوبة رادعة، أتمنى يد القانون تكون قوية في التعامل مع أمثال هؤلاء. ظن البعض أن الفيديو في دار المسنين التابعة لوزارة التضامن، لكن علاء عبد العاطي معاون وزير التضامن نفى ذلك وقال في تصريح إعلامي: توصلنا للسيدة وتبين أنها تقطن في منزلها مع زوجها المسن، والفيديو تم تصويره من خلال ممرضة والتي صورت الفيديو قبل 4 شهور، ونشرت الفيديو بعد رفض السيدة المسنة وزوجها إشرافها على رعايتهما. ذكر الإعلام المحلي أن الخادمة طلبت العودة إلى خدمة السيدة مرة أخرى بعد انتهاء خدمتها المؤقتة لثلاثة أشهر السنة الماضية، ولكن بعد رفضها طلبها قامت بنشر هذا الفيديو. طبعا أصدر النائب العام حمادة الصاوي أصدر قرارا بحبس الخادمة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن تحركت السلطات الأمنية بناء على دعوى زوج السيدة وقبضت على الخادمة.